استنكر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك جريمة استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين في السودان، مما تسبب بمقتل شخصين وإصابة العشرات. وأقل بيان مجلس الوزراء صدمنا خلال الساعات الماضية بأحداث الاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في محيط القيادة العامة في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، مما أدى لسقوط شهيدين وحدوث عشرات الإصابات بين صفوف الثوار. وأضاف البيان أن ما حدث يوم أمس هو جريمة مكتملة الأركان، استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله. أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم عن صدمتها واستيائها من الخسائر في الأرواح التي حدثت الليلة الماضية خلال مظاهرات بالقرب من مقر القوات المسلحة. وأضافت السفارة على تويتر: ندين استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، وندعو السلطات السودانية إلى التحقيق الكامل وتقديم الجاني للعدالة. شكلت القوات المسلحة لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في أحداث القيادة العامة، وأكدت تعاونها التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، وأنها على استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة. كشفت وزارة الصحة الاتحادية تفاصيل حالات الإصابات والوفيات وسط الثوار الذين أحيوا أمس الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام في القيادة العامة. وقالت الوزارة إن الأحصائيات تؤكد وفاة شخصين وإصابة 37 آخرين، وأكدت الوزارة تسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم جهود علاج الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة الاتحادية. ندد عضو مجلس السيادة الهادي إدريس بالأحداث التي صحبت الاحتفال بالذكرى الأولى لفض اعتصام القيادة العامة، وطالب إدريس بالتحقيق في الأحداث وتقديم المتورطين للعدالة الناجزة.